يسخر المغرب بثروة كبيرة، ثروة أرضه تحتضم أرجاؤه من الشمال إلى الجنوب، رجالا ونساء يعملون في الأرض لاستخراج أفضل المنتوجات والأكثر طلبا في البلاد وفي أنحاء العالم. من خلال الجهات 16 يتوفر المغرب على منتوجات مجالية مختلفة بجودة عالية والتي تمثل ثروة ورفاها للفلاحين في المملكة، مما يدل على أن تشكيل التعاونيات يعد ميزة أساسية للفلاحين. الكل كيعرف والجميع كيعرف حاليا بأن مخطط المغرب الأخضر كيعطي واحد الأولوية قصوى للفلاح الصغير في إطار المشاريع ديال الدعم الثانية اللي هي مشاريع الفلاحة التضامنية. وهاد المشاريع اللي كتدخل في واحد الإطار وكتنجز بتشارك مباشر مع الفلاح المعني بالأمر، هما اللي كيختاروا شنو بغاو في إطار لجان تقنية محلية. والهدف من هاد الأساسي من هاد المشاريع وهو تمكين هاد الفلاح الصغار باش يندمجوا ويوجوا اقتصاد السوق، وبالتالي غادي يمكنهم الرفع من الانتاج ديالهم والرفع من الدخل ديالهم، لان الوسيط غادي يمشي، وبالتالي غادي يكون بصفه مستمره ومستدامه يدخلوا للسوق ويمكنهم يتكلفوا بذاتهم بنفسهم. الانتاج الاولي التعاون تاسس في 2006 كتضم 12 ديال الاعضاء، 6 البنات و 6 ديال الرجال. النشاط ديالها هو كنديرو بالاساس التجفيف ديال التين. كان الفلاحة يعني كانوا كيغرسوا الشجر وصافي، تيغرس الشجرة تيغرس معها زيتونة تيغرس معها رمانة مرمشينة ديال يعني كجمع الأصناف كيغرسهم في فرجي واحدة يعني كلشي مخلط. ولكن دابا بالنسبة للجهة التعاونية أسسنا واحد الجمعية اللي تسهر على الغرس ديال الأشجار التين عند الفلاحة، يعني غرسنا 300 أطر دابا حاليا، يعني كيكون الأغلبية الشجر بوحدهم يعني نظمان معزولين فيهم الدكار ديالهم وداك الشيء باش كيذكروا راسهم بيدهم. وزارة الفلاحة ووكالة التنمية الفلاحية اللي هما عاونونا باش داروا لنا هذيك البطولة، يعني عاونونا بالماتريال في الصير في الفير في الغاز في الفلاحة في توزيع الأشجار على الفلاحة في الساقي، يعني كان تجهيز من عند الوكالة التنمية الفلاحية باش يعني يحسن هذا القطاع، يعني درنا لي فاليتي اللي هما صالح التجفيف ويعني وكانت المسافة يعني منظمة، وكان داكشي يعني اللي بغينا نقولو داكشي عصرية. المنتوجات المجالية اللي هي لي برودوي تيغواغ هي منتوجات تتميز بواحد الصفات اللي كتأهلها باش يقبل عليها المستهلك، وعندنا التعريف ديالها كيشمل 5 نقاط. اولا هي منتوجات عندها واحد الاصاله، معنى الا حولناها من جهه الى جهه اخرى كتفقد ديك المميزات ديالها، الاصاله النقطه الاولى. ثانيا عندها واحد الشهره، هذه الشهره تكون يا اما على الصعيد المحلي او على الصعيد الجهوي او على الصعيد الوطني او على الصعيد العالمي كما هو الشأن بالنسبه لزيت أركان. النقطه الثالثه، هذه المنتوجات هي نتيجه ديال واحد الارث معرفي كيتوارث ابن عن جد. النقطه الرابعه عندها ميزات خاصة، والنقطة الخامسة والأخيرة هي عندها واحد يعني العمق في الزمان. الجودة هي عبارة عن سلسلة كتبدأ عند الفلاح وكتنتهي عند المستهلك، وبالتالي هذه السلسلة ما خصش يكون فيها شي خرصة ما لاصقاش مزيان، حيت واحد السلسلة إلا فيها خرصة ضعيفة تما فين غادي تقسم إلا حنا جبدناها، وما بغيناش الفلاح يكون هذه الخرصة ضعيفة. التثمين وحدات أجبان شفشاون هي تابعة للجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز. هاد الوحدة تأسست في هاد المنطقة بهدف أنها تعاون الكسابة ديال هاد لا ريجيون اللي هما في حالة يعني ضعيفة، تتعاونهم أنهم تتوفر لهم واحد المدخول قار. المراحل اللي تندوزو منها من بعد جمع الحليب عند الكسابة اللي الأغلبية ديالهم هما تنتميو لهاد المنطقة شفشاون، تتجي عملية البصارة وهي العملية اللي تنطيبوا فيها الحليب باش نحاولوا نقتلوا جميع الميكروبات اللي ممكن تتواجد فيه، ومن بعد
التحميض ديال الحليب، يعني اضافه المواد اللي تتحمضوا والمواد اللي تتجبنوا، من بعد تنعمروه في ليمون طويصات باش يقطر اكثر، وتندخلوه لا شومبر فرواد باش يبرد. والمرحله الاخرى هي لومبالاج من بعد البيع ديال المنتوج. في وحده اجبان شفشاون حنا تنعتمدوا على واحد لي نورم اللي كاينه لاش اس اس بي، وعندنا واحد الترخيص صحي اللي تيفرض علينا ابتداء من لا ريسبسيون ديال الحليب اننا نراقبوا لا كاليتي ديال الحليب ونقوموا بواحد التحاليل معينه باش نتاكدوا من الجوده ديالو، وكذلك يعني مراقبه النظافه والهيجين في الوحده كامله. جوده المنتوج كتبدا اولا المنتوج الاولي خصو يكون مزيان، وثانيا المحل فين كيتصاوب المنتوج خصو حتى هو يكون على حساب الضوابط ديال الترخيص والاعتماد الصحي اللي في المكتب الوطني للسلامه الصحيه المنتجات الغذائيه لونسا اللي مكلفه به، وتيخص لومبالاج ديالو اللي هو التلفيف خصو يكون يوافي الشروط اللازمه المقننه. المنتوج خصو يكون في امبالاج ديالو هو التلفيف، يكون في امبالاج مزيان كيحافظ على البرودوي على المنتوج ديال الجمعيه، وفيه المعلومات اللازمه اللي كتسمح للمستهلك باش يختار على قناعه وعلى درايه بالمنتوج اللي كاين في السوق. الحكامه العدد الكبير ديال التعاونيات اللي حنا عندنا في الاتحاد هو اللي تعطينا ديك القوه التفاوضيه وقوه انتاجيه كبيره اللي تتعطينا واحد القوه باش نتفاوضوا مع اكبر زبائن على الخارج اللي قد يتفاوضوا معنا. بالنسبه للتنظيم ديال الاتحاد، والاتحاد كيعقد جمع العام ديالو كل سنه في اخر كل سنه، فاش كيدير التقارير ديالو الادبيه والتقارير الماليه واللي كيتم المصادقه عليها، وكذلك في الجمع العام كيتم المصادقه على المشروع ديال السنه المقبله، شنو غادي يديرها من الناحيه التجاريه ولا من الناحيه الاجتماعيه. وكذلك اثناء هذا الجمع العام كيقوم بانتخاب مجلس اداري اللي كيسير الاتحاد، كيجتمع هذا المجلس الاداري اللي كيحط استراتيجيات ديال الاستراتيجيات الماليه اللي ناخذوا بها طيل السنه. مثلا تنبداو نقولوا مثلا بالنسبه لاشهار الكميه اللي غادي المبلغ الميزانيه اللي غادي نستعملوها هاد السنه، بالنسبه للمواكبه ديال التعاونيات الميزانيه اللي غادي نديروا ليها، وبالنسبه ديال الميزانيه المصاريف العاديه ديال وثائق موظفين الشواهد اللي كنخلصوا، هذوك راه باينين، هذوك تيدخلوا في المصاريف القاره. وهذا السير المالي كنقدر كذلك راه في خلال الجمع العام هو اللي كيحدد المبلغ اللي تيكون ديال الزيت. التسويق فعلا المستهلك كيسولنا على المنتوجات المجاليه اللي حنا كنعرفوا ان الجوده ديالها عاليه. لومبالاج تحسن بالنسبه لشحال هادي، ولكن نفضلوا انه يتحسن اكثر باش المبيعات تكون اكثر. بحال دابا هذا اللوز عنده جوده عاليه، ولكن لومبالاج ديالو اولا في المنظر ما زوينش بزاف، البلاستيك اللي فيه الداخل ما صحيحش، يعني ملي كيجينا ديجا بعد نوبات كيجينا محلول. بحال كي كتشوفوا معايا هاد القرعه ديال الزيت كتجيني سايله ما صالحاش للبيع. مجموعة ذات النفع اقتصادي نساء الريف من البداية ديالها وهي كتعمل على تحسين الجودة، يعني من 2002 كان الهدف ديالنا كيفاش نوصلوا للمستهلك واحد الجودة ديال الزيت اللي عالية، ولكن للأسف غفلنا واحد النقطة اللي مهمة هو التسويق. هذا هو اللي خلى الوزارة الفلاحة في إطار ديال المخطط المغرب الأخضر ولا الوكالة التنمية الفلاحية خدمت معنا في هذا الإطار هذا ديال التسويق، لأن حنايا ها حنا عندنا المنتوج عنده واحد الجودة عالية، ولكن كيفاش الطريقة اللي غنسوقوا بها اللي غنبيعوه بها كان شوية جبرنا الصعوبات. التسيير المالي مهم ومهم بزاف للتسيير ديال التعاونيات، يعني جوج كلها يتجزا من العمل ديال التعاونيه، واللي هو خصو يكون بمواكبه وبتكوين دوريه للتعاونيات.
الثمن كيتحدد اولا التكلفه ديال المنتوج وجميع المصاريف اللي عندها علاقه به. كاينه المنافسه من طبيعه الحال وهذه مسائل مهمه لتحديد الثمن، وعندك السوق، يعني هادو هما المسائل المهمه لتحديد الثمن ديال هذه التجاره. ما بين الاهداف الاساسيه ديال تيساليوين هو التسويق وتثمين المنتوجات ديال العضوات داخل الاتحاد، البحث عن اسواق داخليه وطنيه وخارجيه، يعني التعريف ديال هذه المنتوجات بالميزات ديالها وبالخصائص ديالها اللي كتحترم المعايير ديال الجوده اللي كتناسب السوق المغربي الداخلي والاوروبي. وكالة التنمية الفلاحية كان لها دور كبير في إعادة التموقع ديال الاتحاد التعاونيات المنضوية تحت اللواء ديالو، بالمشاركة في منتديات فلاحية ومعارض دولية، كذلك في الهيكلة ديال التعاونيات بالتزود بالآليات اللي هي كانت تتمكن مسايرة ومواكبة التسويق ديال المنتوجات المحلية في الأسواق الداخلية والخارجية. الاهداف اللي كانت كتهمنا ان هذا المنتوج يوصل بواحد الصوره اللي هي منظمه مقاده، يعني نحيدوا ليه الشوك، نديروا في ديزومبالاج، نقدموا للمواطن كيف داك الشكل اللي بغى. الشراكه اللي كاينه مع لادا ومع الوكاله التنميه الفلاحيه راه بداو معارض، ولات كنحضروا في معارض دوليه وكيكون لقاءات، كاين شي حوايج تاع الاشهار اللي كدير في الاغلي غرون سيرفاس على الاسواق الممتازة، وهذا يعني من الحوايج اللي غادي تكمل وعرفت بالمنتوج، يعني كاين التغيير. في اطار الشراكة اللي درنا مع لادا والجيو ديالها يتبع عمران، حنا كنديرو لونكادرومون السويفي تكنيك ولا كوميرسياليزاسيون في الاسواق الخارجية فرنسا والمانيا وكندا. الاستشاره الفلاحيه عندها واحد العمل القرب ديال الفلاح باش تواكبوا وتمكنوا وتفسرلو وتعاونوا للتاهيل ديالو، وكل وهذا الشيء كل شيء اللي كيقوموا به المديريات الجهويه والمكاتب الجهويه والمديريات الاقليميه كيكون بتنسيق تام مع وكاله التنميه الفلاحيه اللي حدثت واحد المديريه خاصه بتنميه المنتوج الفلاحيه، ومع جميع الوزارات وجميع المديريات المعنيه كاين هناك تنسيق تام بالنسبه اللي نمشيو ان شاء الله مع هذا التعاون هذا الفلاح الصغير باش يمكن له بصفه يواكب ويولج الاقتصاد السوق وبصفه مستدامه. كاين امال وعندنا طموح وعندنا هكا، ان شاء الله غادي نوصلوا، لان الانسان بالامل يعيش، احنا عندنا امل كبير اننا نزيدوا قدام. معا نروج منتوجاتنا داخل المغرب وخارجه.